ما أصغر من الكشاف اللي أمس استعرضناه معكم إلا هذا. طبعا هذا كان موجود وانتهى والآن متوفر. شوفوا ما شاء الله الفرق بين الحجمين. طبعا اختلاف السعر واختلاف المواصفات. وأهم يميز كشافنا أنه يشتغل على الشحن وفي درجتين للإضاءة 150 لومنز، هذه أعلى درجة، يعطيك مدى 40 متر و15 دقيقة عمل متواصل. أيضا فيه 5 لومنز يعطيك مدى 9 متر و6 ساعات عمل متواصل. طبعا هنا تقدر تشحنه، تعيد شحنه عن طريق USB. أيضا درجة، هذه الدرجة الأولى وهذه الدرجة الثانية. وبكذا لو يطيح بعمق 3 أمتار لمدة نص ساعة ما راح يتضرر من الماء، طبعا مقاوم للماء. سعر الكشاف 78 ريال، طبعا في لونين أسود وبني.